السلام عليكم حبايبي طلاب تالتة إعدادي، نكمل مع بعض حلقات تركاية على الماشي. خلي بالك يا سيدي، عندنا زمن اسم الماضي المستمر وزمن اسم الماضي البسيط. الزمنين دول لما يتقاطعوا في الماضي طبعا بيجي معاهم روابط محددة. الروابط دي هي as و while و just as، ورابط كمان لوحده كده اسمه when. as أو while أو just as بيحبوا زمن بعدهم اسم الماضي المستمر، والزمن التاني بيكون ماضي بسيط. يبقى while و as و just as بيجي بعدهم على طول ماضي مستمر، والناحية التانية ماضي بسيط لو الحدثين قطعوا بعض في الماضي. طيب لو الحدثين في الماضي ما لهمش علاقة ببعض، الاتنين بيجي وراهم ماضي مستمر. دول أول رابط. تاني رابط بقى عندك هو اسمه طبعا when. when ده ليه قاعدة ثابتة، بيجي بعد منه ماضي بسيط، بيحب الماضي البسيط، والزمن التاني بيكون ماضي مستمر. تمام كده؟ طيب كلمة while لو جاء بعدها جملة ما فيهاش فاعل، بيجي بعدها الفعل المفروض ing.